في المباريات السابقة. مناصرو الوداد يواصلون إبداعاتهم، يواصلون تقديم كوريغرافيا تليق بحاضر وبماضي وبمستقبل، واحد من أعرق النوادي المغربية، جميعا من أجل هدف واحد. دائما الوفاء يتواصل لوداد الأمة في هذا المشروع لحيازة الألقاب الوطنية والقارية. الوداد يواجه اليوم اتحاد طنجة في حوار كروي مستوى عالي جدا بين الوداد والاتحاد، قصة سنلخصها في 90 دقيقة اليوم بالمركب الرياضي محمد الخامس. ما تابعناه في مباراة الديربي العربي قلت عنه أنه شيء أشبه بالخيال، تقنيات حديثة تستعمل في تقديم كوريغرافيا رائعة. 45 ألف مناصر، كان سؤال مطروح في عدد من وسائل الإعلام العالمية اليوم، الوينرز من جهة والألترا هيركوليس من جهة، لتقديم إبداع معهود هذه المرة للمركب الرياضي محمد الخامس. دعات الجمهور في الأشهر القليلة الماضية تتجاوز حدود المعقول، المباريات من طراز عالي تجرى في المدرجات في انتظار أن تتواصل الإبداعات وأن تتحول لفكر اللاعبين لكي يقدموا لنا مباراة من مستوى عالي جدا. جميلة جدا هذه اللوحة الكوريغرافية المقدمة من طرف الآلاف من عشاق الوداد. الوداد يبدع بلاعبيه بألقابه وبمناصريه.